جولة ميدانية قام بها رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وكبار الكتاب الصحفيين بمشروعات المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لمتابعة جهود التنمية التي تبذلها مصر في تطوير البنية الأساسية وإجراءات ونظم العمل في الموانئ والتي ساعدت على جذب الاستثمارات إليها. مهم أن احنا نتواصل مع رجال الإعلام ومع الصحافة بحيث أن هم يبقوا دايما مطلعين على الجديد في المنطقة الاقتصادية. عملنا عرض أيضا كلمنا فيه عن استراتيجية المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة، استراتيجية 2020-2025. الاستراتيجيات يعني مختصرها ان احنا بنتكلم على مجموعة محاور مع بعضها، ان احنا بنحدد صناعات اللي هي اكثر استهدافا في المنطقة اللي احنا نقدر نشتغل فيها مباشرة. هنقدم حزمة من الخدمات البحرية جديدة في المواني، فده من شأنها انه يساعد في عمل المواني وفي تطويرها. الجولة شملت تفقد لمشروعات المنطقة وعدة مصانع بها، بالإضافة إلى الحوض الثاني بميناء السخنة الذي تم تطويره بتكلفة بلغت 10 مليارات جنيه. مصر الآن مؤهلة تنتج حاجات تنفع في صناعات متعددة زي ما شفنا النهاردة في الفايبر جلاس، ممكن في الأبواب، في العربيات، في تلاجات، كل الأمور اللي يمكن استخدامها. أنا حاسة أن ميناء السخنة بقى ميناء عالمي، وأنا يعني شايفة التطوير ومتابعة من أول ما بدأنا يعني كنواة أنه إنشاء ميناء اقتصادي للمنطقة الاقتصادية. النهاردة احنا في ميناء السخنة الحوض الثاني، شايفين سفن قد إيه عمالة تبدأ شحن وتفريغ، حاجة تفرح. وزي ما أنا بقول إن احنا شوفوا بلاد العالم كله دلوقتي فين، كلهم بيكافحوا كورونا وكلهم متوقف، احنا فين دلوقتي؟ احنا على قناة السويس اهوت. منطقة اقتصادية هامة تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات عدة، وتساعد في وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية.